اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من شهاده للتاريخ ما زلنا مع حضراتكم في هذه الحلقات الخاصه نوثق لواحده من الشهادات المهمه والثريه حول حقيقه القضيه الفلسطينيه ادعوكم للترحيب مجددا بضيفنا الكريم الذي نشرف به في هذا في هذه الشهاده المميزه دكتور عبد القادر فؤاد فارس الكاتب الصحفي الاديب الفلسطيني اهلا بك دكتور انا سعيد بوجودي في قناة النيل الفضائية الأخبارية وفي تلفزيون جمهورية مصر العربية لأول مرة وإن شاء الله تكون شهادتي جزء مهم وفاعل من أجل خدمة القضية الفلسطينية. إن شاء, القضية القضية إن شاء الفلسطينية. الله السعادة لنا والشرف لنا دكتور طبعا بوجود حضرتك معنا سأدينك في الخروج إلى فاصل قصير ثم بعد ذلك نواصل مع حضرتك الاستماع لهذه الشهادة الموضوع. إن شاء الله فضل. للنظر هذه المعلومة التي ربما وقعت بين أيدينا ونحن نستعد لنقاش حضرتك في تاريخ فلسطين رسالة من رئيس وزراء بريطانيا تقريبا في عام 1840 هذه الرسالة من رئيس وزراء بريطانيا أعتقد كان اسمه بالمرستون في نعم. هذا التوقيت بعث برسالة لسفيره في إسطنبول بيشرح فيها المنافع السياسية والمادية التي من الممكن أن تعود على السلطان العثماني في حال موافقه السلطان على تشجيع هجره الهجره, الهجرة الصهيونيه الى فلسطين فبيقول نصا ان عوده الشعب اليهودي الى فلسطين بدعوه من السلطان وتحت حمايته تشكل سدا في وجه مخططات شريره يعدها محمد علي او من يخلفه لاحظ هنا انه في هذا التوقيت كان محمد علي الكبير في هذا التوقيت جيشه بدا يتسع شرقا في صحيح. في هذه المنطقه فربما يعني بريطانيا استغلت هذا الكارت بين قوسين لتهديد السلطان العثماني او ايجاد مبرر لابد ان نقطع الطريق على اي قوى عربيه تهدد السلطان العثماني آه آه. بشكل او باخر طبعا الاستعمار البريطاني في ذلك الوقت حاول اغراء العثمانيين بكل الامتيازات من اجل اقامه الدوله اليهوديه في فلسطين. وتشجيع هجره الصهيونيين او اليهود الى فلسطين. وتشجيع هجره اليهود بشكل عام. لكن يعني اعتقد السلطان عبد الحميد رفض. طبعا السلطان رفض. عبد الحميد رفض وكان موقفه رجولي وموقف التاريخ. رجل مسلم وللتاريخ بانه رفض قيام اي كيان صهيوني على ارض فلسطين او ما يسمى بدوله اسرائيل فيما بعد. هذا موقف يشهد له التاريخ الحقيقه للسلطان عبد الحميد في ذلك. م. وظل متصديا وما زالت تركيا على نفس النهج يعني تتصدى رغم انه في صار متغيرات يعني السياسه كما اشرت آه تقلبات السياسه يعني. بعد ما إيه. قام آه كمال اتاتورك بتتريك الوضع الحركه العلمانيه التركيه والعلمانيه التركيه ثم جاءت بعد ذلك الحكومات المتتاليه التي دخلت في حلف الناتو واقامت علاقات مع اسرائيل لكن موقف الشعب التركي م. وموقف الحكومه حاليا التركيه ما زال على موقف تركيا الأصلي لكن يشاهد عندي هنا دكتور عبد القادر أنه حتى الفكر الاستعماري في ذلك الوقت أو فكر بريطانيا أنها كانت تناهض قيام أي قوة إقليمية يعني سواء كانت عربية أو غير عربية في المنطقة نعم. هنا أتحدث عن قوة الجيش المصري البازغة في ذلك الوقت صحيح. جيش محمد علي نعم. فهي كانت برضو الفكرة أنها لابد أن تقتل قيام اي قوه او اي نهضه عربيه في المنطقه منذ القدم وهذا الهدف الرئيسي لاقامه دوله اسرائيل في المنطقه م. تفتيت المنطقه العربيه بزرع كيان يستطيع ان يقوم بهذا الدور لا يمكن م. للوحده العربيه ان تتم بدون فلسطين فلسطين هي التي تصل افريقيا العربيه مع اسيا العربيه م. بوجود هذا آه الكيان المصطنع وهو دولة وظيفية في المنطقة إسرائيل يعني هي دولة لا يمكن أن تدوم يعني حقيقة يعني أنا بالأمس كان تصريح وزير الخارجية السعودي فرحان أعجبني جدا عندما اجتمع مع قيادة الاتحاد الأوروبي أمس اللجنة الرباعية مع وزير الخارجية المصري والإماراتي والسعودي والقطري في بروكسل واعلن ان اسرائيل لا يمكن لها ان تقبل او ان تعيش بدون ان يكون هناك دوله فلسطينيه في المنطقه. هذا الكيان المصطنع لا يمكن ان يدوم في هذه المنطقه الى زوال ان شاء الله. ان شاء الله هو والاهم كمان في هذا السياق هو شهاده انطونيو جوتيريش نفسه في القمه العربيه الاخيره التي عقدت في البحرين عندما تحدث عن قوه العرب وامكانياتهم ومقدراتهم ورجل وكانه يستنهض الهمم للقاده والزعماء العرب افعلوا شيئا نعم. تحدث كذا اتحدوا لماذا لا تتحدون صحيح فعودة إلى بدء هذه الفكرة الحركة أشرت إليها أنه وجود هذا الكيان يهدد فكرة الوحدة العربية نعم. أو قيام قوة عربية حقيقية فبالتالي وجود إسرائيل أو وجود هذا الكيان يعني طالما بقي لا يمكن أن أتوقع قيام وحدة عربية حقيقية لانه الكيان الاسرائيلي دوله اسرائيل عندما قامت قامت على النظريه الامنيه انه لابد من اشغال المنطقه العربيه بحروب دائمه ولذلك تجد دائما الحروب متكرره 48 حرب 56 حرب 67 حرب 73 حرب ثم الحروب المتتاليه 82 وما تلاها من الخروج الفلسطيني وبدات الحروب في قطاع غزه 2006 2008 2012 2014 الى ان وصلنا الى الحرب المدمره التدميريه الحاليه. الاخيره. يعني لا يمكن اسرائيل ان تعيش الا بالحروب وهو ملعبها الرئيسي. لذلك يعني كان هناك حكمه مصريه في هذه الحرب انها تعاملت مع الحرب في غزه بكل حكمه وصبر. نعم. لان انا اعتقد ان المستهدف من هذه الحرب الاول في المنطقه كان مصر. يريدون جر مصر إلى حرب تدميرية بعد أن دمرت القوى العربية في المحيط كاملا بدأت بالعراق عام 2003 ثم بدأ ما يسمى بالربيع العربي وخرجت الدول الكبرى سوريا وليبيا والعراق ولبنان واليمن وباقي الدول العربية همشت ليس لها أي دور بعد ذلك طيب وكان أه. المهم الآن أن تستهدف مصر بعد ان استطاعت مصر الوقوف على رجليها في الربيع العربي وان تقضي على ما حاولت الولايات المتحده الامريكيه من زرعه من فتنه ومن حرب خاضتها القوات المصريه بسالة في سيناء ضد الجماعات الارهابيه عزيز. وربما هذه المساله سناتي اليها لاحقا بتفصيل اكثر يعني يناسب اهميه هذه النقطه تحديدا لكن مره اخرى مع عمق تاريخ القضيه الفلسطينيه في عام 1948 عندما اعلن عن قيام هذا الكيان المحتل كيف كانت صوره المقاومه الفلسطينيه كيف كان تعاطي الفلسطينيين مع هذا الاعلان طبعا الفلسطينيين كانوا يرزحوا تحت الاحتلال البريطاني م. وكان اي مواطن فلسطيني يحمل سكينا يعاقب بسته اشهر سجنا وكل من يحمل بندقيه يتعرض للقتل في ذلك الوقت، فلم يكن لدى المقاومه الفلسطينيه ونذكر على سبيل المثال الشهيد عبد القادر الحسيني الذي تصدى للعصابات الصهيونيه في الاحتلال الاسرائيلي عام 1948 ونشهد كيف تم القضاء على قواته في القدس وفي دير ياسين عندما حاول استعاده بعض المناطق في منطقه القدس التي قامت بها قامت بتسليمها القوات البريطانية للعصابات الصهيونية شتيرن والهجناء التي لم تكن قبل قيام دولة إسرائيل كانت على شكل عصابات يهودية تسلحها بريطانيا وتمنع الفلسطيني من حمل السكين كما قلت لك م. لذلك المقاومة الفلسطينية في انذاك الوقت لم تكن قادرة على التصدي بما يمكن أن يتصدى لجيش تم إعداده من قبل بريطانيا والعصابات الصهيونيه. الشيخ الحسيني كان على تواصل مع البريطانيين بشكل او باخر؟ لا م. كان عدو للبريطانيين لا انا قصدي الحاج, ي... آه الحاج امين الحسيني ربما الشيخ الحاج امين الحسيني آه الحاج امين الحسيني في الحرب العالميه الثانيه آه تحالف مع بريطانيا آه الشيخ عبد القادر آه اين موضعه مع عائله الحسيني بالنسبه للشيخ امين؟ هو عمه الشيخ امين الحسيني اه هي عائله الحسيني عائله مقدسيه مناضله آه آه عمه ليس والده اه عمه وهو يمت بصله ايضا الرئيس ياسر عرفات في صلة قرابه نعم هم الرئيس عرفات يعني هو اسمه محمد ياسر عرفات القدوه الحسيني مم. فهو يعود بصوله الى عائله الحسيني ايضا هنا الشيخ عبد القادر الحسيني هو عم الشيخ امين الحسين هو القائد عبد القادر الحسيني مش شيخ هكذا يلقب القائد. القائد عبد القادر الحسيني لكن الشيخ امين الحسيني هذا لقبه الشيخ امين الحسيني الذي اتهمته بريطانيا بالتحالف مع النازيه الامريكيه م. ضد الحلف البريطاني الفرنسي في الحرب العالميه الثانيه ولذلك كان مطلوبا وحكمت حكمت عليه بريطانيا بالاعدام م. لكن الشيخ امين الحسيني كان على صله ببعض الرموز البريطانيه كان في علاقات طيبه معهم لا أو... هو كان عدو لبريطانيا هو كان متحالف مع المانيا ضد بريطانيا للشيخ امين الحسيني كان مطلوب لبريطانيا راسه يعني لانه كان هو شكل اول حكومه فلسطينيه في عهد الانتداب البريطاني مم. ضد الاحتلال البريطاني وفي الحرب العالميه الثانيه تحالف مع بريطانيا التي كانت مع المانيا, ألمانيا. أه. التي كانت وعدته باستقلال فلسطين بعد ده. ان يتم لكن انتصار للاسف هزمت المانيا في الحرب اذا انتصرت السنة. المانيا على الحلف الحلفاء البريطاني وفرنسا طيب ما زلت مصر ان انا يعني اقترب اكثر واكثر من بعض صور المقاومه الفلسطينيه في عام 1948 لدلالات واهميه الصوره في ذلك الوقت تأكيد معنى إنه الفلسطينيين لم يستسلموا نعم. رغم إنه لم يكن هناك جيش لفلسطين بالجيش مفهوم الجيش النظامي، نعم. لم يكن هناك إمكانات أو إمكانيات تسليحية أو عتاد، زي ما حضرتك أشرت نعم. لأنه من يضبط بسكين يسجن إلى غير ذلك. لكن على الرغم من كل ذلك كان هناك صور للمقاومة في كثير من المناطق الفلسطينية. وكانوا يسمون الفدائيين أو نعم. المجاهدين. وكان سلاحهم مثل ما قلت لك بندقية لا تستطيع مقاومة سيارة مدرعة أو م. رشاش أو مدفع ف يعني كانت مآل هذه الحرب في 48 أنه كثير من قاوموا على قدر ما استطاعوا من مقاومة من استطاع الصمود استشهد رحمة الله عليهم جميعا لكنها لم تستطع إيقاف الآلة العسكرية الإسرائيلية الى ان دخلت قوات الجيوش العربيه السبع في السبق 48 في عام 48 دخلت لكن كيف تسللوا يا دكتور عبد القادر؟ يعني كيف كيف دخل اليهود او المتصهينيون المتصهينون الى فلسطين؟ ان كان لحضرتك بعض الشواهد او لا. بعض كان ما روي لحضرتك يعني من الاباء كان او الاجداد يتم نقلهم اكثر ما يمكن عبر البحار م. ميناء حيفا وميناء اسدود كان يستقبل عشرات البواخر للقادمين من أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا يستخدموا ويستوطنوا في أرض فلسطين م. بدعم ومساندة <applause> الاستعمار البريطاني آه لا سبق ذلك تسلل بعضهم تحت حجج العمل أو الإقامة لأنه بعض الصور توثق تصريح دخول بعض حتى رموز حتى السياسة آه. في الكيان نعم. تصريح فلسطينية، نعم. انه هذا عمل نظافة وآخر صحيح. يعمل في بعض المصانع. كان كثير منهم يأتون كعمال أو موظفين م. في الحكومة البريطانية، م. وكانت كانت هناك حكومة اسمها حكومة عموم فلسطين، م. تخضع أ... للاحتلال البريطاني. تمنحهم هذه التصريح تمنحهم هذه التصريح ومنهم رئيس الوزراء الراحل شمعون بيرز دخل أنا... كعامل نظافة. حضر كعامل إلى فلسطين م. ومثله مئات وآلاف اليهود الذين استخدم بالإضافة ده, ده, ده صور هذا التصريح في حد ذاتها <applause> يعني أكبر دليل على حقية الفلسطين في أرضهم نعم يعني هذه الأرض كانت تسمى فلسطين م. يعني عندما يأتي إليها يأتي زائرا لدولة فلسطين م. ولحكومة عموم فلسطين التي تمنح هذا التصريح م. أما الإدعاءات بأن هذه أرض الميعاد وأنه كان في ممالك يهودية سابقة وأنه كان في دول ديو يهودية سابقة في أرض فلسطين كلها مزاعم صهيونية كلها لا أساس لها مزاعم توراتية ويهودية صهي ودعمتها الصهيونية م. حتى يمكن قيام دولة إسرائيلية لليهود م. وحتى الآن منذ 76 عاماً وتحاول كل الحكومات الإسرائيلية أن تقول أن هذه دولة إسرائيل دولة صافيه العرق اليهودي لكن صمود شعبنا في عام 48 وبقاء حوالي 200 الف من المليون هجر 800 الف فلسطيني من المليون الى خارج إلى فلسطين الى غزه ولا الى خارج فلسطين؟ الى غزه والى الاردن والى مصر والى سوريا والى لبنان تم هجر 800 الف يعني تعداد الفلسطين في ذلك الوقت كان يقترب من ثلاثة ملايين مليون في عام 48 كان مليون مليون فلسطيني اه تم تهجير 800 الف منهم م. وبقي في ارض فلسطين 200 الف فقط اه انا تخيلت انه بقي 2 مليون وخرج 800 لا. الف اللي خرج 800 الف 800. وبقي 100 الف بقي 100 الف م. استطاعوا هؤلاء الصمود في ارضهم والتشبث بهذا الوطن وهم الان الشوكه م. التي في حلق الكيان الصهيوني التي تكبله والان الحكومه اليمينيه المتطرفه التي فيها الحركات الصهيونية والدينية بن غفير وسموتريتش التي تدعو لاقتلاع هؤلاء الذين وصل الآن تعدادهم إلى مليون ومئتين ألف نسمة ويشكلون تقريبا عشرين في المئة من سكان دولة إسرائيل يطالبون بتهجيرهم كما فعلوا هم لا, في لا يطيقونهم دكتور عبد القادر لا, لا يطيقون, يطيقون فيهم أبداً عرب فلسطين أو التسمية التي يرضونها عرب 48 نعم يقن سموتريتش دخلت زوجته كانت حامل ودخلت احدى المستشفيات لكي تضع مولودها نعم ففوجئت باحدى الفلسطينيات في في نفس الغرفه فما نا. كان من سموتريتش وعنصريته لانه رفض انها تتواجد في صحيح. نفس الغرفه التي تتواجد بها فلسطينيه م. ده اكبر دليل على انه بالفعل لا لا يطيقون ولا يقبلون الفلسطينيين باي شكل من الاشكال تحت ما زعم انهم دوله ديمقراطيه وتقبل الجميع وانه عرب فلسطين بعكس بعكس ما بعكس ما كنا نعيش قبل ال 48 وكانوا يعيشون معنا برفاهيه وباحتضان الان بعد قيام دولتهم بدا الاضطهاد ضد الفلسطيني فبدات الهجره في ال 48 والنزوح في ال 67 وبدا الاضطهاد والكراهيه لكل ما هو عربي وفلسطيني داخل فلسطين المحتله عظيم مرة أخرى أحد ملامح النضال أو معلش مع سامحني إذا كنت أنا بأوجد حضرتك في, في هذه المسألة تحديدا لكن هناك بعض النقاط المضيئة اللي رغم أنها مؤلمة جدا لكفاح الشعب الفلسطيني في هذه السنين المتقدمة من كفاح الفلسطينيين ضد هذا الكيان المحتل من بينها بعض المذابح التي شهدتها الأراضي الفلسطينية فإذا كان لحضرتك تنتقي بعض المواقف المشرفة للفلسطينيين في كفاح ضد المحتل الاسرائيلي في هذا التوقيت السنوات الاولى لقيام هذا الكيان المحتل اه هو بدات ال ال المجازر حتى قبل قيام عام 48 م. حتى تستطيع آه يعني اخراج الشعب الفلسطيني واحلال اليهود مكانهم نعم. آه من اشهر المذابح التي تمت مذبحة الدير ياسين م. في بدايه عام بالمناسبة 8. هي شهدت ايضا مذابح اخرى لاحقه نعم دير ياسين بعد الاحتلال الاسرائيلي كانت مذبحه كفر قاسم ضد العمال الفلسطينيين في عام 56 عندما استغلت اسرائيل العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزه م. كان اليد العامله الفلسطينيه تذهب للعمل في المزارع والمصانع الاسرائيليه م. وفرض الحاكم العسكري الاسرائيلي كان في حكم عسكري انذاك في اسرائيل ما كانش حكم مدني فرضوا منع التجول على القرى والمدن العربيه داخل فلسطين المحتله لانه في بقيت مدن مختلطه ومدن عربيه وقرى عربيه خالصه لا يدخلها اليهودي م. منها كفر قاسم التي كانت قريه عربيه خالصه م. فرضت عليها نظام منع التجول حتى لا يستطيع الناس عن التعبير بالتنديد ضد احتلال قطاع غزه واحتلال سيناء والجرائم التي ارتكبتها في حرب ستة وخمسين طيب لم دير ياسين الاولى مذبحه دير ياسين دير ياسين 48 اه كيف كانت المشاهد في هذه المذبحه؟ آه. حتى يتم التمهيد للاحتلال الصهيوني وارعاب الشعب الفلسطيني قامت العصابات الصهيونيه باحتلال المناطق المحيطه بالقدس ومنهم قريه دير ياسين كانت سين. قريبه من القدس كانت هناك مقاومه شديده من القائد عبد القادر الحسيني واعضاء جيش النجده ولذلك بعدما استشهد عبد القادر الحسيني قامت العصابات الصهيونيه بالتنكيل باهل دير ياسين وقتلت منهم العشرات بل المئات وبقرت بطون النساء وهن حوامل في تلك القريه ويشهد التاريخ بأن هذه من أكبر المجازر وأول المجازر التي حصلت للشعب الفلسطيني إبان إقامة الدولة اليهودية في إسرائيل مزيم. بعد ذلك كانت المذبحة الثانية كما قلت لك في كفر قاسم عندما فرض منع التجول على القرية ولم يسمع أهالي القرية بأن هناك منع تجول خرجوا للعمل فأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران عليهم وقتلت منهم 49 من العمال من الرجال والنساء الذين كانوا يذهبون إيه الى عظيم هنا هنا احد المزاعم معذره يستحي اللسان ان يذكرها ولكن فقط لتفنيدها ووضع الحقائق امام اعين خاصه جيل الشباب فكره انه الفلسطيني باع ارضه دكتور عبد القادر نعم فمعذره حتى في هذا التوصيف لانه أه لابد من الرد عليها يعني. أه يعني أه خاصه في هذه المرحله التي وكبت قيام هذا كان المحتل بدات بعض الاصوات الصهيونيه والاستعماريه والبريطانيه واليهوديه تدعي م. بان الفلسطينيين هم الذين باعوا ارضهم للاسرائيليين التي اقاموا عليها المستوطنات لكن التاريخ يشهد ان هناك عائلات كانت سوريه ولبنانيه تعيش في فلسطين وكان ياتي الى فلسطين من كل انحاء العالم فلسطين كانت مكان راقي جدا يأتي إليه العمال والاستثمارات من الدول العربية من مصر ومن الأردن ومن سوريا ومن لبنان كانت عائلات غنية جدا من سوريا ومن لبنان تمتلك بعض الأراضي في نحن إحنا هنا بنتكلم في بداية القرن العشرين يعني في عشرينيات القرن العشرين. آه آه. يعني بع... قبل بعد... قبل حتى ما. بعد الحرب العالمية الأولى. يعني قبل ما نبتلى بفكرة الهجرات اليهودية نعم. ب... آه. بعقود. كان تملكوا كثير من الاراضي عائلات لبنانيه مسيحيه وعائلات من سوريا كان لديهم اموال كثيره وجاءوا الى فلسطين واشتروا اراضي واستثمروا في هذه الارض مع بدايه وجود العصابات الصهيونيه وبدات عمليات القتل خشوا على انفسهم ويقال ان هذه العائلات من خلال سماسره باعوا بعض الاراضي التي اقيمت عليها مستوطنات يهوديه، اما الشعب الفلسطيني لم يتنازل عن شبر من ارضه ولم يبع، كلها كانت ادعاءات وشائعات صهيونيه واسرائيليه على ان الفلسطيني باع ارضه. عظيم. طيب مرحله اخرى من الكفاح الفلسطيني بدات ما بعد قيام الكيان المحتل ثم جاءت حرب 56 ولعل حضرتك يعني كنت شاهد في مرحله كنت حضرتك شاهد عليها، ثم جاءت نكبة يونيو 67 نعم. هنا توسعت إسرائيل بشكل لم تكن تحلم به أبدا صحيح. كيف كانت الصورة بالنسبة لك لأنه هنا يعني سنقترب أكثر من شهد حضرتك كشاهد عيان على حقيقة ما جرى في يونيو 67 وستين يعني حقيقة كان ما حصل في يونيو 67 صدمة كبيرة م. لأنه كنا نحلم أن حرب 67 هي حرب التحرير التي يمكن أن تقوم م. لفلسطين خاصة أن يعني اخواننا المذيعين العرب م. سنلقي اسرائيل في البحر والبحر وس... سيبتلع يا سمك البحر يتجوع م. لابتلاع اليهود م. وان القوات المصريه والاردنيه والسوريه مستعده للوصول الان الى تل ابيب والى بير السبع فكانت الصدمه كبيره لدينا انه خلال سته ايام تنهار الجيوش العربيه على ثلاث جبهات م. وتقوم اسرائيل بتوسيع أراضي محتلة عشرات أضعاف مساحتها وأن تهزم اقوى الجيوش العربية سوريا ومصر وإن كان الجيش الأردني ثالثا يعني ضعيفا في ذلك الوقت وتقع هذه الأراضي كلها تحت الاحتلال الإسرائيلي عشنا في صدمة لم نكن نتوقعها وبدأ العلو الإسرائيلي بالإعلان عن الانتصار على الجيوش العربية التي بدأت الهزيمة تكسر معنوياتها قليلا إلى أن عاد جمال عبد الناصر رحمة الله عليه ببناء الجيش المصري وبدأت حرب الاستنزاف على قناة السويس قبل السنة. الوصول إلى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر برأيك لماذا يعني حصلت هذه الكارثة على مستوى الجيوش العربية ربما قديما في حرب 48 كانت الجيوش العربية أبلت بلاء حسنا في البداية لا حتى في 48 لم يكن هناك بلاء حسن يقال وصحح لي يعني انه في بدايات الحرب كان هناك بعض النجاحات تحققت الى ان تم الاعلان عن هدنه في هذه الفتره تم ترتيب للصفوف بالنسبه للمحتل واستخدام قوات ربما لديه شاركت في الحرب العالميه فكان لهم الغلبه في المرحله اللاحقه من حرب 48 يعني صوب لي هذه المساله او دقيقه الجيوش العربيه يعني. اول ما دخلت يعني كان هناك ترحيب كبير بهذا القدوم من الجيوش العربية السبعة لتحرير فلسطين من الاحتلال او من قيام الدولة الاسرائيلية للقضاءها في المهد حتى لا تقوى لكن كان انا اسف الم يكن من المفارقات انه القائد البريطاني لهذه الجيوش الجيوش العربية قائد الجيش البريطاني كان الاردن فقط الاردن فقط وليس كان قائدا للجيوش العربية لا كلها مجتمعة الجيش العراقي كان للجي... اللواء خاشوقجي. إن إيه لم تسعفك الذاكرة يعني لا توجد نفسك في ذكر أسماء الجيش المصري كان لكن, لكن هذه الجيوش مجتمعة ألم يكن لها قيادة واحدة؟ لا. يبقى هي هي جاءت مم. تحت مظلة جامعة الدول العربية. لكن كل جيش كان له قائد. مم. يعني العراقيين عندما دخلوا كان لهم قائد، مم. السوريين عندما دخلوا كان لهم قائد، الجيش المصري عندما دخل كان له قائد. وكل منطقة كانت تختص بجيش. لكن الجيش الأردني كان قائده بريطاني. كان قائد الجنرال كلوب، نعم، كان بريطاني. دخلوا الضباط والجنود أردنيين، لكن القائد الأعلى كان هو الجنرال كلوب اللي قائد. اللي... لم ترصد نجاحات حققت هذه الجيوش العربية السبعة مجتمعة في 48. في البداية، في البداية كان هناك في نجاحات لكن إلى أن جاءت الهدنة. لا، حتى قبل الهدنة. أه. اكتشف جنود الجيش المصري على المثال ان الاسلحه التي سلح بها كانت اسلحه فاسده وكانت غير قادره على مواجهه م. الاسلحه البريطانيه التي زودت فيها العصابات الصهيونيه. يعني نعم. هذه قصه الاسلحه الفاسده حقيقيه. حقيقيه يعني نعم. م. نعم. وكان تسليحهم بسيط لكن العصابات الصهيونيه التي انشات دوله اسرائيل كان تسليحها بريطاني يعني الجيوش العربية في 48 كانت على مستوى من الكفاءة والجهوزية ان وفر لها السلاح كان الممكن كان ان تتغير في الامور كانت كثير من الخارطة كلها آه. كانت آه. لم تكن دولة اسرائيل لو كانت الجيوش العربية مسلحة تسليحا جيدا آه. لانه رحمة الله على الرئيس جمال عبد الناصر قاتل في الفلوجة آه. واستطاع الصمود الاسطوري في مدينه ولم تستطع القوات الاسرائيليه والعصابات الصهيونيه السيطره وكانت قياده الجيش المصري في مدينه الفلوجه م. والجيش العراقي وصل الى مدينه جنين واستطاع الصمود في مدينه جنين م. رغم ما سقط له من شهداء ما زالت مقابرهم موجوده في مدينه جنين حتى الان م. وكذلك الجيش السوري والجيش الاردني في بعض مدن الضفه الغربيه م. لكن في 67 لم تكن هناك جهوزيه بالنسبه للعناصر القتاليه لانه حسب شهادات البعض انه كانهم كانوا يعني يعني ذاهبين لمساله ترفيهيه او رحله ترفيهيه لا هم كانوا يظنون أن القضاء على اسرائيل هكذا يعني لا لا. ابسط من فرقه الاسرى كان هناك كما يقال. استهتار بقوه الجيش الاسرائيلي م. ولذلك دخلوا المعركه بدون استعداد حقيقي لهذه المعركه للقتال نعم م. وما جرى للجيش المصري بتدمير الطائرات العسكريه في اليوم الاول للحرب كان كارثه في الحقيقه م. قبل ان يتم اجتياح سيناء التي لم يكن لها اي غطاء جوي فتم تدمير السلاح البري ولا في المقابل استوقفني شهاده احد الضباط الاسرائيليين وهم يتحدثون عن الخطه لعام 67 يقولون انه الخطه وضعت منذ العدوان الثلاثي منذ 56 فحتى من الكلمات اللافتة للنظر كان يقول هكذا أن الخطة وضعت واستمر العدو الإسرائيلي يذاكرها على امتداد عشرة أعوام ويقول حتى في حديثه كنا نأكل مع الخطة وننام مع الخطة ونستيقظ مع الخطة خطة الحرب عام 67 حتى ظلنا يعني ظننا انه الخطه الاسرائيليه الموضوعه لحرب 67 كانوا يتنفسونها نعم. فبالتالي كانت الجهوزيه او الاستعداد لدى العدو الاسرائيلي اكثر بكثير من الجيوش العربيه يعني عشرة اعوام يعدلون على خطه هذه الحرب ويضيفون اليها ويطورونها ويتدربون عليها الى ان جاءت اللحظه التي نفذوا فيها خطتهم في عام 67 وتوسعوا هذا التوسع. هو الحلم الاسرائيلي باقامه اسرائيل الكبرى. من النيل الى الفرات. من النيل الى الفرات هذا المخطط الاصلي. م. لكن في لما في 56 ل 67 مثل ما ذكرت كان هناك خطه لان يتم احتلال فلسطين التاريخيه اولا. م. لابد من استعاده الضفه الغربيه وقطاع غزه وضمها لدوله اسرائيل حتى تقوم الدوله العبريه. م. وبدأ التخطيط لذلك على مدار هذه السنوات من عام 56 إلى 67 م. وعندما بدأوا بوضع المصيدة والفخ كان التخطيط أولا لاحتلال الجولان السوري لأن الجولان السوري يطل على شمال فلسطين المحتلة م. ويستطيع من خلال بندقية وليس مدفع ولا طائرة أن يصيب جميع المدن في الشمال الفلسطيني وتحديد تحديدا منطقه جبل الشيخ جبل الشيخ نعم مم. اعلى نقطه في هضبة الجولان في هضبه الجولان مم. يستطيع الوصول الى حيفا والى صفد والى الجليل والى كل مدن الشمال الفلسطيني وللاسف يتواجد الاحتلال الان في هذه المنطقه نعم احتلها وضمها اليها ايضا صارت مم. ضمن دوله اسرائيل. طبعا مصر لم تسكت على الاستفزازات الاسرائيليه لسوريا وكانت المصيده أن تم وضع الفخ لمصر، فقام الرئيس الراحل عبد الناصر بإغلاق مضائق طيران. وللأسف كان في التوقيت ده برضه صحح لي دكتور عبد القادر إن كان هناك بعض المزادات العربية على موقف مصر. إنه فكرة المصيدة التي وضعت من قبل الاحتلال ربما ساهم بها عمدا أو دون عمد بعض الأطراف العربية التي بدأت بتسخين صانع القرار السياسي المصري. حركة ابتسمت. آه <applause> تجرني الى يعني حتى لو أنك هناك بعض الشهادات يعني توثقها يعني بشكل او باخر يعني ربما لا اريد ان اطعن في بعض الانظمه العربيه التي كان لها يد في ذلك م يعني لانه يقال انه يعني كان هناك خطه موضوعه بالفعل لجر مصر, المصر لجر مصر لهذه مصر يعني لهذه الحرب آه وللاسف لم تلتفت القادة السياسيه في ذلك ال الوقت آه يعني آه في على ذات الكرسي اللي جلست عليه ربما بعض من شارك في هذه الحرب وثق شهادته بانه كنا ذاهبين للحرب وكاننا سنصلي في القدس في نزهه سنصلي غدا في القدس نعم. وسنلتقط بعض الصور التذكاريه صحيح. وما شابه يعني نعم ف... ف... فالجهوزيه والاستعداد لم تكن حاضره ف... في عام 67 من قبل الجيوش العربيه نعم م. ولذلك كانت هذه النكسه نعم التي اصابتنا بصدمه كبرى وما زلنا نعاني منها م. م. للاسف نعم طيب كي يعني شهادات حضرتك او ما رايته فيما يتعلق ب 67 كيف عشت هذه التجربه أنا بشكل شخصي اين كنت وماذا شاهدت؟ عشت سنتين تحت الاحتلال الاسرائيلي من عام 67 ل 69 في غزه في غزه طبعا في هذه المرحله كان انطلاق الثوره الفلسطينيه في خان يونس كنت في خان يونس, حضرت كنت في, مدينة خان يونس في الصور لتواجد الاحتلال دخلت دبابات او مشابه الى خان يونس كيف كانت الصورة آه يعني القصف الذي كان على مدينه خان يونس كان شديدا جدا كان هناك على بعد 10 امتار من منزلنا دبابه للجيش المصري من طراز تي 55 القديمه دخلت القوات الإسرائيلية واحتلت مدينة خان يونس وكانت هناك مقاومة شديدة وكانت هذه الدبابة تطلق مدفعيتها على المواقع الإسرائيلية البعيدة لكن يبدو أن الذخيرة نفذت أو صابها عطل واستطاع الإسرائيليين توجيه قذيفة واشتعلت النار أنا شاهدت بعيني يعني أمام بيتي بعشرة أمتار تلك الدبابة كنا نخاف أن تمتد نيرانها إلى المنزل عندنا داخل المنزل م. واستشهد من كان فيها من أبنائنا في الجيش المصري تمام. في ذلك الوقت آه بدأ الاحتلال الإسرائيلي بعد ستة أيام أو سبعة أيام من المقاومة في يونس إلى كما قلت إلى أن انتهت حرب الأيام الستة بالكارثة الكبرى آه بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدارة قطاع غزة بدل الإدارة المصرية م. بحكم عسكري حيا حاكم عسكري لكل مدينة وحاكم عسكري لقطاع غزة وبدأوا بالقضاء على كل البؤر التي كانت موجودة من الجيش المصري وجيش التحرير واعتقالهم م. أخذهم أسرة وكما ذكرت لك بدأت عملية التهجير, التهجير القصري, القصري. بعد ذلك بدأت الحياة المدنية بعد شهرين أو ثلاثة تهدأ لكن في هذا الوقت بدأت التعليمات من قيادة الثورة الفلسطينية الأخ أبو عمار في لبنان وسوريا والأردن بأنه لا بد من مقاومة الاحتلال وبدأت عمليات الفدائيين ضد الاحتلال الإسرائيلي وهنا بدأ قطاع غزة شعلة مشتعلة كان الليل فيه للسيطرة للمجاهدين والفدائيين الفلسطينيين التي لا يستطيع فيها الجيش الإسرائيلي ان يمشي بدورياته الراجلة او المحموله داخل ازقه وشوارع قطاع غزه طب حضرتك ذكرت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات نعم يعني اذا كان لحضرتك يعني ان تعطينا تفاصيل اكثر حول بزوغ نجم ياسر عرفات وفكره المقاومه الفلسطينيه التي قادها هل هي بدات مع نكسه يونيو 67 ام لا. سبقت هي ال... سبقت ال... هذه المرحله انطلاقه حركه فتح بدات عام 65 امم وبدات بعمليه تفجير نفق عيلبون الذي كان يقوم على لماذا ربطت حضرتك ما بين فتح وياسر عرفات بهذا الشكل؟ انطلاقه الثوره الفلسطينيه كانت هي انطلاقه حركه فتح. فتح هي اسست للثوره الفلسطينيه الحديثه. في 1 يناير 1965 اعلن عدد من الاخوه القياديين لكن قبل ذلك لم يتواجد على ساحه المقاومه الفلسطينيه ذكر الرئيس ياسر عرفات قبل عام 65 لا هو ياسر عرفات بدا بتشكيل نواه حركه فتح التي تضم القوميين العرب واليساريين الشيوعيين وجماعات الاخوان المسلمين والقوى الوطنيه في فلسطين وشكلوا جبهه سموها حركة التحرير الوطني الفلسطيني ده في يناير 65؟ في يناير 65 في القاهرة؟ انطلاقها لا في الكويت في الكويت بدأ تشكيل حركة فتح في الكويت البؤرة الأولى لاجتماعاتهم بدأت عام 58 لعدد من المهندسين والأساتذة اللي الذين يعملون في الكويت وفي دول الخليج أبو عمار بالمناسبة مهندس. مهندس مهندس نعم هو كلية الهندسة صحيح جامعة القاهرة صحيح نعم م. وكان يعمل في الكويت مهندساً م. واجتمع هو والقيادة الأولى الأخ صلاح خلف أبو إياد والأخ خليل الوزير أبو جهاد وأبو يوسف النجار وكمال عدوان لكن قبل ذلك إذا كان لنا ننقب في تاريخ أبو عمار لم يكن له حضور بشكل فردي على ساحة المقاومة الفلسطينية لأنه لا هو كان ضابط احتياط في الجيش المصري على قناة السويس فقط يعني هو, هو خلفيته العسكرية أنه كان ضابط احتياط في الجيش المصري مم. لكن التاسيس هو, هو هنا حضر العدوان الثلاثي على مصر نعم كان في الجيش 56 كان في الجيش المصري كان كان ضابط احتياط الجيش المصري كان ضابط احتياط هنا مع مع جيش تحرير الفلسطيني تمام في 58 بدات فكره التبلور انه لابد من وجود ثوره فلسطينيه ضد الاحتلال الاسرائيلي لتحرير الاراضي المحتله 48 لانه الضفه الغربيه وقطاع غزه لم تكن محتله في ذلك الوقت يعني انشاء الثوره الفلسطينيه في عام اسرائيل او ما يسمى باسرائيل قبلت بقرار التقسيم الذي اعلنته الامم ما قبلتش لم تقبل لا الفلسطينيين ولا الاسرائيليين قبل ما الكيان المحتل انشئ على اي اراضي انشئ على اكثر من اراضي التقسيم حضرتك تذكر كان كان نفوذه ممتد على اي بقعه جغرافيه في فلسطين نعم كان كان محتل ف... القدس لا جزء من القدس جزء من القدس نعم جزء القدس الغربيه فقط حيفا ويافا وكل هذه المدن الساحليه كانت تقع تحت سيطرته الى غايه ازدود آه يعني تشكيله قرار التقسيم كان يعطي الدوله الاسرائيليه 65% من الاراضي والدوله الفلسطينيه 35% تشمل قطاع غزه ومنطقه النقب ومنطقه الجليل تمام هذه الدوله الفلسطينيه باقي الـ الـ الاراضي كانت هي دوله اسرائيل في قرار التقسيم طب الواقع الفعلي كان المحتل نفوذه كان يمتد على ايه؟ لكن في 48 آه. آه في 47 لما صدر قرار التقسيم رفضوا العرب واليهود واليهود فكانت حرب ال 48 اخذت اسرائيل اكثر مما اعطاها قرار التقسيم قرار التقسيم اخذت 78% من الاراضي الفلسطينيه وبقيت الضفه والقطاع تشكل 22% من فلسطين التاريخيه لم تفرض سيطرتها على الضفه الغربيه ولا على قطاع غزه في هذا التوقيت دخلت القوات المصريه الى قطاع غزه واحتلت وال... قطاع غزه والقوات الاردنيه في الضفه والقوات الاردنيه دخلت الضفه الغربي الغربيه واحتلت الضفه الغربيه صارت الضفه الغربيه جزء من الاردن وقطاع غزة بقيه جزء طيب. فلسطيني طيب. تابع للاداره المصريه, المصرية. نعم استاذنا حضرتك يا دكتور نتوقف عند هذا القدر عند هذا القدر من هذه الشهاده على ان نواصل ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله تعالى لانه واضح انه لدينا الكثير من النقاط بحاجه لمزيد من الايضاح والنقاش اشكرك شكرا جزيلا الى ان نلتقي الاسبوع المقبل باذن الله تعالى دكتور عبد القادر فؤاد فارس الكاتب الصحفي والاديب الفلسطيني شكرا لكم سيدي على هذا اللقاء الطيب اذا مشاهدينا الكرام القاكم الاسبوع المقبل باذن الله تعالى علي امل ان نواصل ان شاء الله هذه الشهاده المهمه الى اللقاء